ماله الصوت؟ ماله الصوت؟ ماله الصوت؟ ماله؟ ماله الصوت؟ الصوت يا جدع. مال الصوت؟ هو انت مش سامعاني كده؟ ايوه كده تمام يا مخاص، يا عامل ايه؟ تلعبيني على احكام؟ ايه ده، هو انت سميت نفسك ايه؟ تلعبيني على احكام؟ بلعبك على احكام؟ معلش ندخل على احكام نشوف هنعمل ايه. لا ما خلاص، انت قبل كده دخلت معايا برضو وحكمتني، فاهم؟ ايه ده، انت ربنا فتح عليكو سكنت في جنينه ولا ايه؟ طبعا فلوس التيك توك يابا. تكبيس يا شباب، ما انا مستمعك على فكره، فعادي بقى انت ودماغك بقى. وطن العرب يا شبيه، يعني انت ساكن في جنينه وفيلا ومش عارف تجيب سماعه لتليفونك؟ الوطن العربي يا غبية. معلش معلش، في الهند. ايوه انا ساكن في الهند يا شباب. البس لك انا السماعه عشان انا بصراحه مش سامعاك اصلا. طلع لي السماعه. تكبيس يا شباب، والنت كمان عندك نيله. انا خرب بيتك يا مخصص. تكبيس يا شباب، تكبيس. انت سامعني؟ صوت بعيد؟ ده انت صوتك انت المصيبه. ابراهيم على فكره بيشتمك. ابراهيم بيشتمني وماله، ما يضرش، خليه يشتمني. يشتمك في الزق. العب على احكامه وما تقرفنيش، ماشي؟ الأحكام من 2000، ها مش من 500، ماشي؟ الأحكام على كام؟ 2000. غير كده ما تتكلمش وتفتح بقك معايا. صوته بعيد قوي، ما هو مش لاقي، مش معاه فلوس يجيب سماعة، فعايز يلعب على أحكام. معلش نعذره يا شباب، ولا ايه يا مخاصي؟ شتمني بحاجة وحشة؟ ما قلت لكم يا شباب الشتيمة ما بت يعني تكبيس بقى، تكبيس بقى، ما تخليش مخوص يكسب علينا. كرها ما يعلاش يا أصدقاء، كرها ما يعلاش يا أصدقاء. تكبيس وشير يا شباب. والله ما خاص، انت كلام، ما انا عارفه، عارف انت لو جيت في اخر دقيقه ودعمت نفسك انت بتنزل دعم فيك، وانا عارفاك. ها ماشي، انا عارفه، انا الشغل اللي انت بتعمله ده مش معايا، مش هقعد فيه. مالك على نفسكم مش عليا. ازاي؟ يعني انا ما كدبتش لما قلت ان انت صوتك واطي. ايه كده صوت كويس؟ كده صوت كويس بس بعيد. هنا كده كويس. اللي لابس هاند فري هيسمعك، غير كده ما حدش هيسمعك. برهان ما يعلاش يا اصدقاء. تكبيسوا شير يا شباب، ما خصي ما يكسبش علينا والله. عيب. المشكلة عندها هي مش عندي أنا. أنا كده صوتي مظبوط صح؟ كده أنا صوتي مظبوط صح؟
مش شايفاك ولا كأني مكتوب لي ان انا مش شايفكش. يا حد مش شايفاك. ايه ما انت ظاهر عندي ان انت بتحمل، انت بتحمل عيال معمول يا جماعه اللي في اللايف شايفينه والله. طب انزل وابعت لي تاني، انت حظك وحش. يا هلا يا هلا. هلا يا أستاذ إبراهيم. حياك المهرجان. مساء الخير، انت بقيت مهرجة امتى؟ سافرت الهند؟ بالعادة على احكام؟ احكام ايه؟ احكام لذيذة، حلوة. بعمل احكام بس مش احكام سلخ يعني. لا لا احكام لذيذة. ماشي. طب بصوا يا جماعة، عايزين نوسخ له التيشيرت الابيض الفلة بتاعه ده. عامل ايه يا استاذ ابراهيم، ازيك؟ لا سلام ولا كلام، بيني وبينك الجولة ولا ده من الاحترام يعني، اكيد انا مش داخلة معاك صنم. معلش احنا مش هنتصاحب، ازيك وعامل ايه؟ نوع هو انا مين قالك ان انت اصلا تطول تصاحبني اساسا؟ بس انا بقول لك يعني اهلا وازيك ونقعد نمسح. ده من الذوق والاتيكيت اللي انت ما تعرفش عنهم حاجة. مش لنا علاقة بالذوق، انا عديم الذوق. دي حقيقة، أنا غلطانة، أنا بسحب يعني أهلاً وسلامي بخليهم لنفسي وبحتفظ فيهم للناس اللي تستاهلني. أيوه، وبعدين أنا 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 عليا أواضي كتير اختصار، خدي بالك يعني. ها؟ أواضي كتير قوي اختصار. كبسوا يا جماعة. خدي بالك يعني من كلامي. يعني تخافي مني. أخاف منك؟ طبعاً. انت مكانك المفروض بقى يبقى في حتة ثانية، مش هنا خالص، مش مشرفنا هنا. ما انا لسه خارج من الحتة الثانية 74. انت متنكر ولابس نظارة؟ ايوه. النظارة دي جايبها منين، من التوحيد والنور؟ 74 قضية اختصار. وسامتك مقوية. لا بس صحيح، المختصبون ما بيبقوش وسيم يعني تخافي مني.
فاشله بلاش تقول كلام عيب، كفي مني والكلام معايا بحساب، ما يتخافش منه فعلا. ايوه اختنا يا جماعه عادي، اذكرها ما يعلاش يا اصدقاء. نختار له اسم ايه؟ طيب يا جماعه اختاروا لي، نختار اسم ايه؟ كبسوا يا حبايبي، نختار له اسم ايه؟ فوزيه مثلا، عطيات، ايه الاسلوب اللي انت بتتكلميه بيه ده؟ ما انا بقول لك 74 قضيه اختصار، تكلميني بالاسلوب ده؟ اقتصاد يتنيل، اقتصاد. بقول لك يعني ايه، مش فاهم يعني، مش خايفه مني ولا ايه؟ لا ما اخافش منك يا حبيبي، اخاف منك ليه يا بابا؟ بتعض انت ده؟ 74 قضيه اختصار على نفسك. على نفسك يا امك ما هعتقد. اوعى يا اصدقاء اسمها يعلى باي طريقه وباي ثمن، كبسوا يا جايز. ما انت مش همك. مش هممني، ما بخافش منك. يبقى الدور عليكي، يبقى الدور عليكي، الدور عليكي. لم نفسك يا استاذ ابراهيم، انا بحترمك وداخله وعماله ااهل واسهل فيك، وانت اصلا بلاش اقول لك انت ايه، انت مهرجه فعلا، مهرج. وتخافي مني، وتخافي مني قوي. والله ولا تخوف يعني دبانه، تخافي مني قوي. وال 74 قضيه اختصار تخافي مني قوي. بلاش اقول لك تليفون كلهم تحطهم فين. انا ما اسمحلكيش تكلميني بالاسلوب ده. تسمح لي ولا ما تسمحليش؟ انا كنت داخله محترمه معاك من الاول، وانت يعني اخدتني في الطريق ده. والله بيني وبينك الاحكام، السكور هو اللي يحدد. اوكي كبسوا يا حبايبي، اكيد مش ده اللي سكوره هيعدينا. ممكن بليز تكبسوا؟ بس اوعى تهربي من احكامي. اوعى تهربي من احكامي. ما بهربش، هظبطك احكامي، هظبطك. نورك يا سيد الموكب، نورك. تحياتي من اعماق قلب كواها نيران الفراق محيط بلدك وسبعتك. لا كبسه بجد وشيروا اللايف، اكيد مش هو ده اللي هيحكمني يعني بجد، والله كده تبقى خابت خالص. حلوه كتير يا سيد الموكب الهديه دي، حلوه كتير. لايقه على هيافتك فعلا، حلوه كتير، لايقه على هيافتك. الدولارات حلوه كتير يا سيد الموكب، دولارات جديده لن. الله على الدولارات، الله يا سيد الموكب، الله على الدولارات. يا سلام على السعادة يا سلام. ممكن تكبسوا وتشيروا. يا سلام على الدولارات يا سيد الموكب، يا سلام. الله، دولارات جديدة لن. يا سلام، يا سلام على دولاراتك يا سيد الموكب، يا سلام. هو انت بتدعم نفسك بجد وفاكر نفسك كده روش؟ اقول لك ايه، ايوه شوفي بقى، ناويه تعملي مشاكل عشان تبوظي اللعب، ناويه تتخانقي عشان تبوظي اللعب، صح؟ لا انا مش بقى، انا بسالك. ايوه شكلك عاوزه تتخانقي عشان تبوظي اللعب. اوكي ماشي، قول لي احكامك بقى. الحكم الاول، الحكم الاول. الحكم الاول، ما تنطق، خلصنا. ماشي الله، انت مستعجله على ايه؟ معلش وقتي بفلوس مش فاضيه. فرجينا على الشقه. وانت بتتفرج على شقتنا ليه؟ وانت جاي تشتريها؟ ده حكم، ده حكم. ماشي اوكي. الحكم حكمين، ناقص حكمين. ناقص حكمين، الحكم الثاني، الحكم الثاني. ما تنجز يا جدو، خلينا نخلص يا جدو. يا جدو هو احسن من كده، ممكن تكلميني هو احسن من كده؟ والله انا كنت داخله عماله اقول لك اهلا يا استاذ ابراهيم وبكلمك بمنتهى الادب والاخلاق، انت اللي قاعده تقولي مش هتصاحبيني ومش مش هتصاحبيني، وانا هصاحبك ليه اصلا وانت بتقول تصاحبني؟ جمع عينيكي بقى واربطوا عينيكي، هاتوا قماشه بقى واربطوا عينيكي ولعبيني الجوله وعينيكي متغميه. يلا ماشي، الحكم الثالث، الحكم الثالث،
الحكم الثالث، الحكم الثالث، الحكم تحط ثلاث معالق عدس في بقك. ما عندناش عدس. حط رز. ما عندكيش رز، حط طحين. ها طحين. عندي تلا. إيه؟ هاتي طرحه يا تلا. ايوه وغم عينيكي. ها احسن عشان ما اشوفكش اصلا. ايوه تلا. تلبسوا يا جايز. اوكي الجولة امانة في رقبتكم. لا بس هتعملوا ايه؟ هتعملوا القطة العامية ولا ايه؟ القطة العامية. بس اوعي ايوه كده جمعيني. نزلي البتاع من تحت شوية. ما تضحكيش عليا. هي ما على فكرة انا مش شايفة حاجة والله. نزلي ال ايوه نزلي ايوه مش شايفة حاجة بس يا طن. كبسوا يا جماعة الجولة امانة في رقبتكم. تعقلي عشان تتعقلي. عشان تتعقلي. ده عقاب والله العظيم. ده احسن حاجه انت عملتها عشان اكمل الجولات من غير ما ابقى شايفه وشك اساسا. بقى وشك ده اللي يطلع فميره من البيت. جنبي بقى عنك وما تشوفيش حاجه خالص. ده عقاب. ما بقولك ده مش عقاب. انت عامل فيا ثواب. انا اخترته عشان ما اشوفش خلقتك. اوعى يا اصدقاء اذكرها يعلى ابدا. ممكن تكبسوا يا جماعه بعد اذنكم عشان اكيد مش ابراهيم يعني اللي هيحكمني تاني. ما تجيبيش اسمي على لسانك. ما تذكريش اسمي على لسانك. اوعى تجيبي اسمي على لسانك. اسم ده ما تجيبوش على لسانك خالص. اوعى يا اصدقاء اذكرها يعلى. اوعى يا اصدقاء. لا 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 عايز اشوف فاضل قد ايه والله. هو ايه ده؟ لا 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 غمي من فضلك. غمي غمي عينك. غمي عينك. غمي انت شايف امانه في رقبتك يا يوسف. غمي عينك. غمي يا جماعه تكبيس. روحوا بالتكبيس لو سمحتوا يا جماعه. كبسوا. انا مش هخليك تشوفي وانت قاعده خالص. ايدك من بقك. ايدك من بقك. انت مالك انت؟ هي ايدي ولا ايدك؟ نورك يا سيد الموكب. نورك نورك. نورك يا غالي. نورك. حيك يا غالي. حيك. الله على الدولارات. الله على الدولارات يا سيد الموكب. دولارات حلوة. فاضل قد ايه كده؟ دولار. اخرصي. ما تنجز تقول فاضل قد ايه. اخرصي. انت تنفذي احكامه بس. تنفذي الاحكام وبس. ايه الضحكة الشريرة دي؟ ايه ده؟ الله يا سيد الموكب. لو حد يقدر يدخل كتير يا سيد الموكب. الدولارات حلوة كتير وجديدة. جديدة يا سيد الموكب. جديدة. يا سلام على السعادة. يا سلام على الدولار. يا سلام. انت ألف في الدبل مالكش حكم. والله ده عمي صافي. ما فتح دبل ولا تريبل ولا حاجة عني. ما فيش الهوى ولا حد فتح لي دبل ولا غيره. ده عمي صافي. 1900 هو انا شايفه. هو السكور عندك 1900 يعني اصلك مين؟ من سيد الموكب بس. ده لوحده. ماشي خلاص انت بتغش بقى.
اوكي انا بنفذ معاك احكام وكافؤ احكام وانت بتغش. ايوه بكافؤ احكام عشان هظبطك احكام هظبطك. اوه يا اصدقائي الجحفله، اوه يا اصدقائي الجحفله، اوه يا اصدقائي تجحفل، اوه يا اصدقائي تجحفل، خلي بالكم يا اصدقاء، اوعى يا معتصم تجحفل، اوعى يا معتصم تجحفل. ثلاث معالق هبس في بقي، ثلاثة. جبانة هربت، هربت الجبانة، هربت، هربت الجبانة، هربت. عايزة تحكم مين؟ قال تحكم، قال ده أنا مغتصب قديم. حيك يا سيد الموكب، حيك. أيوه. أهلين 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 أهلين، أهلا ولا سهلا، خلينا في الأحكام. أهلين، أول حكم يصير خادم عندي. بقول لك إيه، أنا ما أسمحلكيش بيني وبينك الأحكام. أول حكم يصير خادم عند الضيفون، ضيفون كلياتهم شاي وقهوة. كفو أحكام ولا مش كفو أحكام؟ أنا كفو أحكام. شاشة يا أصدقاء، اذكرها ما يعلاش أبدا يا أصدقاء، أبدا. كبسوا كبسوا. ما يعلاش أبدا يا أصدقاء، الدبل والتريبل مهمين جدا. ركزوا يا أصدقاء في الدبل والتريبل، القفازات ما تنسوهاش. كبسوا 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 كبسوا. اخرسي، ما تقولهمش. اخرس اخرسي اخرس. ده انت وحياة امك لا تتقطعي احكام دلوقتي، وحياة امك. اوعى يا اصدقاء اذكرها يعلى عليا. اسكوري اسكوري يا اصدقائي اسكوري، ده لازم نحكمه. سكوري سكوري. ورد ورود 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 ورود، أربع ورود أربع ورود أربع ورود أربع ورود أصدقائي، أربع ورود أربع ورود. يعلى، أوعوا يا أصدقاء اذكرها يعلى. أوعوا تكوني يا ريما ده بيهددني يا عيال، ده بيهددني. أوعوا تكوني يا ريما بتهربي من الأحكام. أنا ما بهربش. وارد وارد وارد، أربع ورود أربع ورود أربع ورود. لحمة ما تكون زدت ورود، ويل ولا يا يوسف، كبس يا يوسف، ليه ما زدت وردي يا يوسف؟ ما في غير شيء الشيخ عنتر العطوز عطروزي اللي زت. خلص ما راح الدبل يا يوسف. اهلا اهلا احمد حسن، اهلا. لا لا لا، زعلان منك كتير. ميدو ربحني عليه يا ميدو، ربحني عليه يا ميدو. اوعى يا اصدقاء اذكرها يعلى. ميدو ربحني عليه يا صديقي العزيز. ما تاخدش بالك يا احمد، ما تاخدش بالك. ميدو تعا ربحني يا قلبي، تعا ربحني. اهلا بالعفريت، اهلا. اكيد يا ميدو، بس بدك تزت لي يا صقر يا طياره. يشطب الاحتكاك، يشطب. ما حسك ميدو صديقي قبل ما تقولك، قبل ما يكون، قبل ما تحلم فيه لميدو، وقبل ما تكون بتعرفه لميدو.
مش من حقك تحتكي بالتعليم يا حبيبي ميدو، ما خصك فيها، هيدا صديق قبل ما يكون داعي. يا احمد نورك اهلين يا احمد. يلا يا ميدو، سقر يا ميدو، سقر يا ميدو، استاهل انا. صرت ليفل 38 ما حدا حكاك يا ميدو. اول حاجه انت مالكيش حق تحتكي بالداعمين قدامي يا خيي، ما خصك فينا ميدو. ماشي بس برضه انت كده احتكاك. ما خصك، ما خصك بلايفي انت، ما خصك بالحته بتاعتي. اوعى يا اصدقاء اذكرها يعلى، اوعى يا اصدقاء. اهلا يا احمد نورك حبيبي، اهلين اهلين. هلا يا سعدي، هلا يا سعدي. خلي بالك اوعى تجحفل يا تابوت، شكلها هتجحفل يا تابوت. سقر يا ميدو، سقر يا ميدو، يا سقر يا ميدو. كن على حذر يا تابوت، احذر، اوعى تجحفل يا تابوت، خلي بالك. لو حاطط اصبعه هيك وبيهدد، لك وبيهدد، خذ لكم بيهدد. ركزوا يا اصدقاء اذكرها، ما يعلاش، ما يعلاش يا اصدقاء، ركزوا. الدبل والتريبل، الدبل والتريبل. عيني انت وروحي انت، لعني لا انت ربحت ولا انا ربحت. خلاص اجيب مستوى جيلك. يلا باي باي. ابراهيم بايك تقول اهلين ازيك؟ يلا عامل ايه؟ لا سلام ولا كلام، من كام ايه؟ لا سلام ليه ولا سلام ولا كلام ليه؟ سلام لله مخاص نصاحب، معلش يعني احنا مش هنصاحب سلام وكلام ونهرج وهات وخد، احنا مش هنصاحب اصلا مش هنصاحبك اصلا. مين اللي ضحك عليك وقالك انا عايزه اصاحبك؟ مين؟ شباب مع بعض ايد واحده حبايبي ونحكمه. تعرفي تعقبي؟ لا احترم نفسك، انا بلعب معاك، احترم نفسك. عيب عيب. خلاص نحترم بعض، ممكن نحترم بعض. حاضر احترمك وانت تحترمني. تمام مع بعض حبايب. حاضر، وانا قلت لك هحترمك وانا فعلا والله هحترمك. شباب مع بعض ايد واحده وبينفذ احكام نسقط والناتو. الدبل يا شباب، الدبل دبل يا شباب، نحكموه. وحياه امك ما هعتقك، تسقطي مين؟ وناتك، هاخد وناتك. اوعى يا اصدقاء اذكرها يعلى. وردتين يا حبايبي، لا مش مخطوبه، وردتين، وردتين حبايبي، وردتين، ورده وورده ورود. ابعتوا يا جماعه ورد، يقبرني جمالك دي. ماشي اخرى عادي، وردتين، وردتين، عايش ورده كمان، يسعد قلوبكم يا خالد. اوعى يا خالد. تسلم يا جماعه، الدبل عشان نحكمه، الدبل علشان نحكمه، الدبل اي حاجه على الدبل باثنين. الدبل 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 يا خالد، يسعد قلبك يا خالد، تسلمني، يسعد قلبك، شكرا. لا بص انا هعمل كده شاير، وانا مش عايز اشاير، بس كده شاير في قلب السواق الموكب. So it's war, the hungry defense of right and justice. موفقة يا سيد الموكب، موفقة. بتفكري في مع بعض يا حبايبي، مع بعض. بتفكري في ايه؟ اكيد يا جماعة مش بيدعم نفسه، مش بيدعم نفسه اكيد، يعني هو بيدعم نفسه يا جماعة. يعلى. اوعوا يا اصدقاء، حافظوا على السكور، حافظوا عليه يا اصدقاء، حافظوا عليه يا جماعه. بالله عليكم حد يجعفل، الجوله بسيطه والله، الجوله بسيطه وربنا، الجوله سهله جدا، ده على الدبل كمان، على الدبل.